محمد عربي زيتوت، تبدأ معك فيما يتعلق بداية، وهذا يهم جدا، إطار هذه الزيارة ليست الأولى طبعا التي تقع من وفد أمريكي تقريب بهذا المستوى للجزائر، وحديث عن مكانة وأهمية الجزائر والتجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب. ماذا تقرأ أنت في توقيت هذه الزيارة، هذا الوفد بهذا المستوى؟ بعض الصحف الجزائرية سمته إنزال أمريكي في الجزائر من الأردن إلى الجزائر ثم إلى المغرب. ماذا تقرأ في توقيت الزيارة؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. ما أقرأ فيه هو أن الإمبراطورية التي تعيش في الحقيقة أو عاشت هذه الأيام ظروف بالغة الصعوبة في شيء غير مسبوق، وهو هجوم أمريكيين على الكابيتول كما يعرف، على مقر الكونغرس. هذه وهي تغادر، وهي في أيامها الأخيرة، الإدارة الأمريكية وهي في أيامها الأخيرة ارتكبت بكل تأكيد أخطاء وربما خطايا، من بينها هذه الأخيرة في الولايات المتحدة، ولكنها مع ذلك لم تخرج عن الإطار العام فيما يتعلق بالسيطرة والهيمنة العالمية. فما يقوم به ترامب، سواء ما قام به في الخليج في بداية عهده أو في نهايتها الآن، أو ما يقوم به في المنطقة المغاربية أو في أي مكان آخر في العالم، يبقى دائما يدخل ضمن استراتيجية التوسع والهيمنة الأمريكية. الولايات المتحدة تعرف أن النظام القائم اليوم في الجزائر هو نظام ضعيف، وضعيف جدا، ليس فقط لأن الشعب لم ينتخب هذا الرئيس وخرج الناس يقولون الانتخابات مع العصابات، ولكن أيضا نتيجة حتى مع فرض تبون، إلا أن السنة التي قضاها على رأس الدولة رسميا يعني كواجهة مدنية أتت بكثير من الأخطاء، وثبتت أولئك الذين كانوا يرون أن هذا ليس هو المخرج، وأن حكم العسكر من الخلف لن يذهب بعيد. الولايات المتحدة تعرف كل هذا، وتعرف المشاكل التي يتخبط فيها النظام الجزائري، صراعات الأجنحة، سقوط جناح، صعود جناح، عودة الاستئصاليين. تعرف أيضا أن المنطقة أو أن الجزائر محاطة بخطوط أو بخيوط النار، سواء في ليبيا أو في النيجر أو في مالي أو حتى ربما التوترات المتواجدة في تونس وفي موريتانيا إلى حد ما. ثم تعرف أيضا التنافس والصراع والخصومة ما بين النظام المغربي والجزائري. كل هذا وغيره، والوضع الاقتصادي متردي جدا، تريد الإدارة الأمريكية أن تستفيد منه. نعم. وقد دفعت في اتجاه غير مسبوق في السياسة الجزائرية وفي الخطوة الجزائرية، وهو أن يكون الجيش الجزائري، أن يخرج الجيش الجزائري من حدوده ليقاتل من أجل مصالح الإمبراطورية، سواء كانت الفرنسية أو الأمريكية.